السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة درسنا هيبقى سهل وبسيط إن شاء الله، وهو اسم الآلة. اسم الآلة هو اسم مشتق من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي غالبا للدلالة على الآلة التي يؤدى بها الفعل، يعني هو اسم أي آلة بنستخدمها في حياتنا بتساعدنا على عمل شيء معين أو إنجاز أي مهمة إحنا عايزين نعملها. اسم الآلة نوعين، اسم آلة جامد واسم آلة مشتق. اسم الآلة الجامد يعني ملوش فعل، يعني مش مأخوذ من فعل، زي شاكوش، قلم، قدوم، سكين، شوكة، سندان، فأس، سيف، إبرة، ناي، نورج، مخدة، لحاف، خنجر، كوب، موبايل، كاميرا، سفينة، درع، تلفاز، كرسي، رمح، فرجار. أما بقى النوع الثاني من اسم الآلة وهو اسم الآلة المشتق، يعني الاسم اللي بيجي من فعله، يعني بيكون ليه فعل، زي مثلا سمع. سمع ده الفعل ده ممكن نشتق منه أسماء كتير، ممكن نقول سامع ده اسم فاعل، نقول مسموع اسم مفعول، نقول سميع صيغة مبالغة، نقول سماع برضو صيغة مبالغة، نقول سماعة اسم آلة. اسم الآلة المشتق فيه منه نوعين من الأوزان، في أوزان قديمة وأوزان حديثة. الأوزان القديمة دي هما ثلاثة، مفعال ومفعل ومفعلة. مفعال زي محراث جاية من فعل حرفة، مفتاح من فعل فتحة، منشار من فعل نشرة، مقياس من فعل قاسة، مزياع من فعل زاعة، مجداف من جدفة، منفاخ من نفخة، مكيال من كالة. الوزن الثاني مفعل زي مشرط، مبرد، مدفع، معول، منجل، مصعد، ملقط. مشرط من شرطة، مبرد من بردة، مدفع من دفعة، معول من عولة، منجل من نجلة، مصعد صعدة، ملقط، لقطة. الوزن الثالث من الأوزان القديمة اللي هو مفعلة زي مكنسة، مغسلة، مطرقة، مدفأة، مرآة، مطحنة. ندخل بقى على الأوزان الحديثة، هي فعال فعالة، فعال فعالة، فاعل فاعلة، فاعول فاعولة. يعني هناخد المذكر والمؤنث من الأوزان. فعال زي سخان، كشاف، جوال، عداد، رشاش، خلاط. طب فعالة زي غسالة، سماعة، حصادة، نظارة، ثلاجة، سيارة. طيب وزن فعال زي سواك، حزام. وزن فعالة زي خزانة. وزن فاعل زي هاتف، كابح، شاحن. فاعلة زي حاسبة، طابعة، طائرة، شاحنة، ناقلة. وزن فاعول زي حاسوب، صاروخ، جاروف. وزن فاعولة زي طاحونة، نافورة. دلوقتي حد هيسأل ويقول هو ليه عندنا أوزان قديمة وأوزان حديثة؟ هقول له لأن في دلوقتي آلات حديثة ما كانتش موجودة أيام العرب زمان، فدلوقتي هي موجودة زي مثلا الغسالة، التلاجة، فدي على وزن فعالة ما كانتش موجودة زمان، الغسالة ولا التلاجة، الهاتف، الجوال، الكشاف، فالحاجات دي ما كانتش موجودة عند العرب، فما كانوش يعرفوها، فما كانش ليها أوزان، لكن دلوقتي هي بمسمياتها كده فاحنا بنديها الوزن. دلوقتي حد ممكن يقول طب ليه في اسم آلة جامد؟ طب ما أنا ممكن أجيب من الاسم ده فعل، زي مثلا سكين أجيب منها فعل سكنة. طيب هنقول سكين دي إحنا بنستخدمها في إيه؟ السكين بنستخدمها في قطع الخضار والفاكهة واللحوم والكلام ده. طيب فعل سكنة معناه إيه؟ يعني هدأة وجاية من الهدوء والراحة. هل معنى سكينة هو معنى سكنة؟ لا، المعنيين مختلفين، معنى الاسم حاجة تانية والفعل ليه معنى تاني خالص، فيبقى سكنة مش هي الفعل اللي جاي منها سكينة، فسكينة دي اسم جامد ملهاش فعل. برضو كلمة زي كلمة شاكوش، ما ينفعش اقول دي جاي من فعل شكشة، لا مفيش حاجة اصلا اسمها شكشة. كرسي مفيش فعل اسمه كرسة، فأس مفيش فعل اسمه فأسة، فالاسم الجامد هو الاسم اللي ما نعرفش نجيب منه فعل، ولو حتى نفع الفعل فمش هيبقى بنفس المعنى. يعني زي سكين وسكنة، سكين بيقطع حاجة بمعنى القطع، لكن سكنة بمعنى الهدوء والراحة، يبقى ما لهمش علاقة ببعض خالص. يبقى كده اسم الآلة الجامد هو الاسم الذي ليس له فعل، أما اسم الآلة المشتق هي الأسماء التي لها أفعال من لفظها وتدل على نفس معنى الفعل. ملحوظة، اسم الآلة الجامد يمكن وزنه عادي خالص، شاكوش على وزن فاعول، قلم على وزن فعل، سكين على وزن فاعيل. ملحوظة مهمة، في بعض الأوزان الغير مشهورة زي وزن مفعل اللي هي منخل من فعل نخلة، مفعلة، مكحلة من فعل كحلة.
طيب دلوقتي واحد ممكن يقول لي انا مش هقدر احفظ كل الاوزان دي، طيب اقول له ان انت في الامتحان لما يطلب اسم آلة حاول تدور على اي آلة بنستخدمها في حياتنا علشان ننجز بيها اي مهمة معينة، وبعد كده بقى اشوف الاسم ده ممكن اعرف اجيب منه فعل ولا لا، وهل الفعل اللي هجيبه بيدل على نفس معنى الآلة ولا لا. طيب لو لقيت الاسم ده نفع ان احنا نجيب منه هو فعل يبقى ده اسم آلة مشتق، ما نفعش يبقى اسم آلة جامد. ملحوظة مهمة، اسم الآلة من الفعل الثلاثي الناقص بيكون على وزن مفعلة زي قلى، أصلها قلي، هنا اسم الآلة هتبقى مقلية، طيب على وزن مفعلة، ولكن هنا الياء حولناها، الياء هتتحول لألف وهنفتح ما قبل آخرها وهتصبح مقلاة. فعل محا أصلها محو، هنا اسم الآلة المفروض يبقى ممحوة، طيب هنفتح الواو دي هنخليها ألف وهنفتح ما قبل آخرها هتبقى ممحاه. فعل برا أصلها بري، اسم الآلة المفروض يبقى مبرية، هنخلي الياء دي ألف وهتبقى مبرا. فعل رأى أصلها رأي، اسم الآلة المفروض يبقى مرأية، هنا برضو الياء هنخليها ألف وهتبقى مرآية. ملحوظة مهمة، احنا قلنا ان اسم الآلة بيأتي من الفعل الثلاثي المتعدي غالبا، يعني مش دايما، لان ممكن ان اسم الآلة يجي من الفعل الثلاثي اللازم وده بيكون قليل زي فعل صفا، هتبقى اسم الآلة منها مصفايا على وزن مفعلة، طيب طهرة هتبقى مطهرة على وزن مفعلة. ملحوظة تانية مهمة، يمكن ان يأتي اسم الآلة من الفعل الغير ثلاثي اللازم وده برضو بيكون قليل، فعل زمرة جاي منها اسم الآلة مزمار، فعل سترة جاي منها مسطرة، فعل مسمرة جاي منها مسمار. ملحوظة تانية مهمة، اسم الآلة ممكن يجي مشتق من اسم جامد زي مقلمة هتبقى مشتقة من قلم، محبرة مشتقة من حبر. الملحوظة اللي بعد كده، في كلمات مشتركة بين اسم الآلة والأنواع المشتقات التانية، يعني ممكن يجي في الامتحان ويقول لي بين نوع المشتق في الجمل الآتية، لما أقول الرجل منشار للأخبار ولما أقول النجار يستخدم المنشار، احنا هنا عندنا منشار في الجملتين، طيب المشتق هنا نوعه ايه في الجملتين؟ هنلاقي الجملة الأولى الرجل منشار للأخبار، يعني هنا الرجل بينشر الأخبار بكثرة، يبقى دي صيغة مبالغة، يبقى منشار هنا صيغة مبالغة. أما النجار يستخدم المنشار دي اسم آلة، لأن النجار بيستخدم المنشار عشان يقطع الخشب. الجملة اللي بعد كده الرجل مزياع للخير، هنلاقي هنا الجملة الثانية الرجل يفتح المزياع. الجملة الأولى الرجل مزياع للخير يعني الرجل كثير الزيع للخير، يبقى دي صيغة مبالغة. أما الرجل يفتح المزياع، المزياع دي اسم آلة يعني الرجل بيفتح الراديو. طيب هذه الفتاة سيارة في الخير، والجملة اللي بعدها أركب السيارة يوميا، هنلاقي الجملة الأولى هذه الفتاة سيارة في الخير يعني كثيرة السير في الخير، بتمشي في الخير كتير، يبقى سيارة هنا دي صيغة مبالغة. أما أركب السيارة يوميا يبقى السيارة دي اسم آلة. الأم ساقية ولدها، الجملة الثانية رويت الأرض بالساقية، هنلاقي الجملة الأولى الأم ساقية، هنا الأم بتسقي ابنها يبقى هي اسم فاعل، لكن رويت الأرض بالساقية، الساقية دي اسم آلة. ملحوظة مهمة، اسم الآلة بيعرب حسب موقعه في الجملة. كده نكون خلصنا الدرس وناخد تمارين، اذكر اسم الآلة وبين فعله ووزنه. لا يستغني الفلاح عن المحراث، اسم الآلة هنا المحراث جاي من فعل حرثة وهي على وزن مفعال. المنزعة تنزع المسامير، المنزعة اسم آلة جاي من فعل نزعة وعلى وزن مفعلة، برضو المسامير من فعل مسمرة وهي على وزن مفاعيل. من أدوات النجار المطرقة، المطرقة جاي من فعل طرقة وهي على وزن مفعلة. اشتريت شواية، شواية اسم آلة جاي من فعل شوى وعلى وزن فعالة. أنا راى الكشاف المكان، الكشاف فعلها كشف على وزن فعال. تستخدم الرافعة في البناء، هتبقى الرافعة اسم آلة من فعل رفع على وزن فاعلة. فإذا نقر في الناقور، الناقور اسم آلة والفعل نقر وهي على وزن فاعول. قال اللي بعد كده ضع اسم الآلة من هذه الأفعال وبين وزنه. زاع اسم الآلة منه مزياع على وزن مفعال. نظر اسم الآلة منه منظار على وزن مفعال. غرف
اسم الآلة مغرفة على وزن مفعلة. كوا اسم الآلة مكوا على وزن مفعلة. نفض اسم الآلة منفضة على وزن مفعلة. جهر اسم الآلة مجهر على وزن مفعل. دفع اسم الآلة مدفع على وزن مفعل. نشف اسم الآلة منشفة على وزن مفعلة. شرط اسم الآلة مشرط على وزن مفعل. دق اسم الآلة مدق على وزن مفعل. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة، ويا رب يكون سهل وبسيط. لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا إعجاب للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.